فكرة راحتي إن إحنا نقدم الراحة والحرية في الانتقالات لينا لذوي الهمم بطريقة ما تحدناش إن إحنا نروح أي حتة. ننتقد في كل حتة، نحن نندمج كمجتمع عادي بيخرج بينبسط بيشتغل بيعمل حياة طبيعية بدل ما يبقى فيه قيود في عدم التحرك بسبب المرض. كنت برغي منها مشاوير كتير، لكن مع وجود الخدمة دي لقيت ان الدنيا سهلة جداً.